إنها الجنة دار المتقين ورحمة الله للعالمين، كرامة من رب الرحيم، دار الخلود والبقاء ودار السعادة والنقاء. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. أعطوني قلوبكم يا كرام، أعطوني لنرحل قليلا في تلك الدار، دارنا التي نزل منها أبانا آدم، نزل وسنعود إليها إذا ثبتنا على ما يرضي الله عز وجل. تلك منازلنا الأولى، فلا بد أن نعود إليها. لا تشغلنا الدنيا، فما هي إلا متاع الغرور كما قال الله عز وجل. ما دمنا مع التوحيد ونعيش في حمى التوحيد، فلنبشر بالله، فلنبشر بوعد الله الكريم. فالله تعالى كريم مع عباده. الجنة، الجنة عرضها السماوات والأرض. وإذا تأملت أن عرضها السماوات والأرض، فبالله كيف يكون طول سورها؟ وسورها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كله مبني من الذهب والفضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ولها ثمانية أبواب. الباب الواحد عرضه كما بين المدينة وهجر، أي الأحساء، أي عرض الجزيرة بأكملها، عرض الباب الواحد. ويأتي عليه يوم وهو كظيم من الزحام. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. الجنة عندما تدخلها، أول ما تدخل إليها، ما الذي يلفت بصرك؟ ما الذي يلفت نظرك؟ على مد البصر حشيش أصفر يميل بحمرة، الزعفران، حشيشها كله الزعفران. وما أن تمشي فيها حتى يتبعثر غبارها، فما ترابها؟ ترابها المسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما تنظر فإذا بحجارة تلمع، ما هي؟ إنها الجواهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن حصباءها الجواهر واللؤلؤ. الذي لا تستطيع أن تملكه في الدنيا هو حصباء الجنة، فكيف بنعيم الجنة؟ نسأل الله الكريم من فضله. وهناك تنظر فإذا بنهر أبيض يمشي، ما هذا؟ فيقال لك لبن، لكنه لم يخرج لا من ضرع بقرة ولا غنم. وتنظر هناك وإذا بنهر أزرق يمشي، ما هذا؟ فيقال هذا ماء غير آسن، لم يخرج من بطن أرض ولم ينزل من سماء، وإنما الله عز وجل هو الذي خلقه. وهناك نهر لونه عجيب، ما هذا؟ فيقال هذا عسل مصفى، ما خرج من بطون النحل. وهناك خمر عجيب، نهر عجيب من الخمر، لكنه كله لذة للشاربين. هل تخيلت المنظر الآن؟ أشجار على مد البصر، وأرض صفراء، أرض جميلة، ثم بعد ذلك ليس هناك شمس محرقة، بل هو نور مثل نور الفجر، لأنه يسطع للجنة نور من عرش الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أو كنور نور الدنيا عندما يستد الغيم في عز النهار، أي ليس هناك أمر محرق، بل قمة الجمال تنظر إليها. وأشجار تكاد أن تكون سوداء من شدة خضرتها وصفائها، فلا غبار ولا مبيدات ولا تدخل لأيدي البشر في خلقه، إنه خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إن سألت عن أكلها، فالفاكهة لا مقطوعة، أي طول العام موجودة ولا ممنوعة. الآن تشتهي بعض الفاكهة فلا تشتريها من غلاها، أو تشتهيها فلا تجدها. هناك لا مقطوعة ولا ممنوعة، ودانية تأتي إليك لا تذهب إليها. كل هذا لأن المطلوب منك أن تتمتع بالجنة غاية المنى وغاية المتعة. تأمل معي يا أخي الكريم، ماذا ذكر الله في القرآن من أشجار الجنة؟ مدح فقال سدر مخضود وطلح منضود، هاتين الشجرتين كلها شوك، أليس كذلك؟ ومع ذلك يثني عليها الله في الجنة. فإذا كان شجرة الشوك تنقلب إلى نعيم في الجنة، فما بالك بالورود؟ وما بالك بباقي الأشجار والزهور؟ ما الذي سيحدث؟ إنه شيء لا يمكن أن يصفه الواصفون. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما المنازل فبيتك في الجنة محفوظ،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن للمؤمن لؤلؤة مجوفة، لك لؤلؤة مجوفة ارتفاعها في السماء 60 ميلا. هل تخيلت بيت ارتفاعه 100 كيلو متر؟ هذا بيت كله من اللؤلؤ، أبوابه من اللؤلؤ، أرائكه من اللؤلؤ، نوافذه من اللؤلؤ، وتجري فيه الأنهار، ومرصع بالجواهر، وكله من الأجمل الأرائك التي خضر وألوانها عجيبة. كل هذا لكي يكون لك القصر الذي يليق بمقامك عند الله، فمقامك عظيم عند الله جل جلاله. وغرف أخرى ظاهرها يرى ظاهرها من باطنها، كل هذا لأهل الجنة أعده الله عز وجل. أما إن سألت عن أهلها، فهل تظن أنك ستأتي أنت بشكلك هذا، بمرضك الذي معك، بشكلك الذي قد يكون استقبحه الناس؟ لا. أما الطول فسيكون طولك على طول أبيك آدم. طول آدم كان 60 ذراعا، أي 30 مترا تقريبا وزيادة، هذا طولك في الجنة. وأمرد أكحل جميل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يدخلون على مسحة آدم، يعني على شكل آدم، وعلى صورة يوسف، وعلى قلب أيوب. جماعة الجمال والصبر والقوة، كل هذا لك في جنة الله عز وجل. يا أخي، إذا كان يوسف الذي لم يؤت إلا شطر الحسن، نصف الحسن، والنصف الآخر وزع على أهل الأرض، لما رأينه النسوة قطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، وأنت ستجمع الحسن كله في الجنة، كيف سيكون شكلك وجمالك ولطافتك؟ هذا ظاهرك. أما باطنك فالله عز وجل وعد فقال ونزعنا ما في قلوبهم من غل، ينظف الله قلبك، فلا حسد ولا بغضاء ولا غل ولا ضغينة ولا غيرة ولا مرض من أمراض الدنيا التي أهلكتنا. فتأتي جميل الظاهر، جميل الباطن، هذا هو جمالك هناك. أما النساء فنساء الدنيا خير من نساء الآخرة، ونساء الدنيا أجمل من الحور العين. والحور العين لما وصفنا قال عنهن كأنهن الياقوت والمرجان، أي صافيات طاهرات، خيرات حسان، أي في أخلاقهن على قمة الحسن والخيرة، رقتهن رقة نساء الجنة. قال كأنهن بيض مكنون. ما معنى هذا؟ تأتي إلى الغلاف الموجود في داخل البيضة، رقته، هذه هي رقة الحور العين كما قال الله عز وجل. وتأتي شابة عروبا أترابا، عروب أي أنها متوددة لزوجها، قمة التودد والخلق، وأتراب سنها 21 سنة، لا يتبدل ولا يتغير، وسنك أنت 33 عاما، لا يزيد ولا ينقص طول العبر، هذا هو أنت في جنة الله عز وجل. أما خمارها، لما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الحور فقال أن خمارها الذي على رأسها لو مرت به على السماء الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا طيبة، الله أكبر، ولو اطلعت بوجهها لحجبت نور الشمس. كل هذا الجمال لا يعادل جمال زوجتك في جنة الله. الجنة للنساء هن متاع جميل لهن، فلا تظن المرأة أن الخير فقط للرجال دون النساء، لكن كثر ذكر النساء للرجال لأنه من طبيعة النساء الحياء، والرجل يريد من المرأة غير ما تريده المرأة من الرجل. الرجل لا يريد من المرأة إلا ما تعلمون، أما المرأة فتريد الحنان والعطف والحب، ولذلك لا يذكر للرجال مثل ما يذكر للنساء، لكن كلهم ذو خيرة عند الله عز وجل. بل إن المرأة التي تموت ولم تتزوج أو كانت مطلقة أو أرملة، يعني لا زوج معها، فإنها تزوج بمن تشاء في الجنة. وإذا المرأة ماتت وهي متزوجة تلحق بزوجها، وقد تقول بعض النساء أنا تعبانة منه في الدنيا فكيف يلحقني في الآخرة؟ نقول لا، الجنة غير الدنيا، الأسماء واحدة، الروح واحدة، لكن الصفات تختلف، فهناك تحت رعاية الله عز وجل. تأملوا معي يا إخوة، إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم